فيسبوك، انستغرام، تيك توك، سناب شات، وبلا ما نساو يوتيوب. كي نقولوا يوتيوب نقولوا محتوى، وكي نقولوا محتوى نقولوا قناة على اليوتيوب. الضحك، القصرة، الشطيح، الزهو، المشاكل، البوليتيك، وخاصة الطياب. هيا نتعرفوا على لو توب 10 دي يوتيوبر الجيريان لي بلو سويفي على حساب موقع شانل كخاولي. نبداو بالمرتبة العاشرة، عندنا سارة حناش افيك 2.5 مليون دابوني. المرتبة التاسعة، كويزين سميرة ديزات افيك 2.42 مليون دابوني. لي تحتل المرتبة الثامنة، عالم ام اسيل افيك 2.52 مليون دابوني. في المرتبة السابعة، صانع المحتوى ديزا جوكر افيك 2.62 مليون دابوني. يليه في المرتبة السادسة، مطبخ وتدابير داداح افيك 2.73 مليون دابوني. في المرتبة الخامسة عندنا انستينا 3.1 مليون دابوني. في لا كاتريام بلاس عندنا هشام كوك افيك 3.18 مليون دابوني. في لا تروزيام بلاس عندنا هبة سكري دو ريسيت ناتورال افيك 4.38 مليون دابوني. أميارة في المرتبة الثانية وبقوة افيك 4.57 مليون دابوني. ولحقنا المرتبة الأولى على بالي كاع تعرفوها، اللي هي أم وليد افيك 10 مليون فيرغول 9 دابوني. وانتوما قولوا لي شكون تبعوا فيهم لو بلوس؟